طيب، فضيلة الشيخ عبد الله كامل يريد أيضا أن يكون هناك مداخلة ومشاركة في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ عبد الله تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، وأحيي شيخي الكريمين المباركين. نعم، فضيلة الدكتور المعصراوي وفضيلة الشيخ أيمن. بارك الله فيك أخ عبد الله، وأنا أشرف أن تكون لي معكم مداخلة جديدة حتى أكون من المدافعين الذين يذودون عن شرف القرآن وحرمته. بارك الله فيك. يا مشايخ الكرام، إن مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الأول صفحة 246 قال رحمه الله: ومع هذا فلا يجوز أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره في المجلد الأول صفحة 29 قال: ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا. نعم. فإن ذلك محدث ألقاه الشيطان إليهم فقبلوه عنه. ومن حرمته ألا يقرأ بألحان أهل الغناء كلحون أهل الفسق. وسئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هل يجوز قراءة القرآن بمقامات هي أشبه بمقامات الغناء بل هي مأخوذة منه؟ فقال رحمه الله: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا على طريقة المغنين، بل يجب عليه أن يقرأ القرآن كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وذلك بأن يقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في قلوب من يسمعه ويتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على طريقة المغنين وصفة الغناء فهذا لا يجوز. يا مشايخ الكرام، لقد ابتليت كما ابتلي شيخنا المعصروي حفظه الله بالاشتراك في هذه المسابقة، ووالله لقد ظننتها مسابقة تعنى بأهل القرآن وتعنى بالذين أوتوا مزاميرا من مزامير آل داود، ولا ننكرهم ولا ننكر جمال الصوت في تلاوة القرآن. ولما وجدت الأمر قائما على تسميات عجيبة، وأنهم جعلوا مقامات للجنة ومقامات للنار ومقامات للحديث عن كذا، وتسمع القارئ وهو يقرأ فتكاد ترقص، كلام يحرك الأبدان ولا يحرك القلوب. الله. إنني حين أسمع الشيخ المنشاوي رحمه الله وهو يقرأ ترتيلا يشعرك بحلاوة القرآن لا تملك إلا أن تدمع عينك ويتأثر قلبك. وسمعت لغيره من القراء الذين يتنطعون والذين يصرون على أن يلحنوا ألحانا عجيبة، والله يا مشايخي يكاد المرء أن يرقص من شدة ما يسمع. أقول لهؤلاء المصرين على بدعتهم: اتقوا الله عز وجل ولا تفتنوا المسلمين، ولا تأخذوا أصواتنا وأصوات مشايخنا وتستغلوها في إشهار بدعتكم، فنحن براء ونحن خصماؤكم أمام الله عز وجل يوم القيامة. يا أيها الإخوة الكرام، إن القرآن عظيم جليل، وتالي القرآن إذا استشعره وتدبره وأحكم تلاوته فهو خير الناس وأحسنهم. إن أبا موسى الأشعري لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، ذاك أكبر دليل على أن حسن الصوت وجماله أمر محبوب مستحسن، ولكن ليس أمرا متكلفا وليس مفروضا تعلمه على كل أحد. إن من العجيب أني وجدت أناسا لم يهبهم الله حسن الصوت أصلا، يعني هو بطبيعته لم يهبه الله عز وجل جمال الصوت، وأفاجأ به وهو يقرأ يقول: هذه سيكة
وهذه نهوان، هذه أقرأ بها القصة، وهذه أتحدث بها عن الجنة، وهذه أصف بها أحوال النار. ويعلم الله إن كثيرا من القراء يقرؤون وربما يستحضرون بقراءتهم على سليقتهم هذه التي يسمونها المقامات، ولكن القرآن هو الذي يوجههم وهو الذي يحركهم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، أحسن الله إليك.